عندنا مشكلة، عندنا إشكالية في عدم العدالة في توزيع الدخول، أو بمعنى آخر ما فيش عدالة في توزيع المرتبات، الفارق ما بين الحد الأدنى والحد الأعلى يتجاوز 35 ضعف. عندنا مشكلة، عندنا مشكلة هيكلية في الهيكل الوظيفي للدولة، عندنا 2,300,000 عامل أو أكثر، عندنا أيضا بطالة مقنعة 80%، بعض الدراسات تتحدث من 70 إلى 80% من العاملين في قطاع الدولة هم بطالة مقنعة. يعني بمعنى آخر مثلا قطاع التعليم 800,000، ربما فيهم 300 إلى 400,000 بطالة مقنعة، يعني ربما تكتفي ب 300,000 بس أنت في ظل عدد التلاميذ اللي موجودين. في قطاع الصحة كذلك، في جميع القطاعات، معناها عندنا مشكلة هيكلية في يعني في فيما يتعلق بالمرتبات وفيما يتعلق بسوق العمل. عندنا مشاكل، عندنا تشوهات، باهي كيف نعالجوها؟ عدم العدالة في توزيع المرتبات، لا يمكن اني نزيد قطاع دون قطاع اخر. معني نقول لك راهو تبي تبني دولة اهتم بتعليمها، لكن مش معنى ذلك على حساب القطاعات الاخرى. مثلا القانون رقم 4 لعام 2018 اللي تم يعني سن قانونه في البرلمان وراح يتم تنفيذه من قبل الحكومة، في نفس يعني اثناء اصدار هذا القانون تم اصدار قوانين اخرى، قانون للتعليم العالي للجامعات، لاساتذه الجامعات، قانون اخر للداخليه، قانون اخر للصحه، قانون اخر ايضا للقطاع النفطي. يعني عندما يتم زياده قطاع دون القطاعات الاخرى، لاحظ انا ما اتكلمش على اثاره، راه نقول اثاره بعدين، لكن تو نتكلم من ناحيه العداله الاجتماعيه فقط من هذه الزاويه. بعد يتم زياده قطاع دون قطاعات اخرى، فبالتالي زدت الشرخ، زدت الفجوه ما بين القطاعات الاقتصاديه. ومن تم إذا ما استمر هذا الموضوع راح نلاحظ الهجرة. مثلا الدكتور في الجامعة راح يفضل أنه يدرس في ابتدائي ولا يدرس في إعدادي، طبيب في مستشفى ما دكتور عظام راح تجد ربما يتجه حتى هو للتعليم لتدريس مادة ما، لأن المرتب هو راح ياخذ 700 لكن في قطاع التعليم راح ياخذ 2500 أو 2000 دينار ومتلوماش. الهجرة اللي صايرة الآن، الكفاءات اللي كلها مشت للرقابة الإدارية وذهبت لديوان المحاسبة وذهبت لمكافحة الفساد والخارجية، راح تجدها لقطاع التعليم اللي هو يعاني من تكدس أصلاً في عدد الموظفين وعدد العاملين أصل. يعني فأنت راح تسبب أيضا مشاكل أخرى يعني نحن في غنى عنها. مع هذه الزيادة راح يكون باب المرتبات 60 مليار دينار ليبي. تخيل انت بتنفق مرتبات بس 60,000، في المقابل الناتج المحلي الاجمالي اضافتهم في الناتج المحلي الاجمالي 15 إلى 20%. انت يفترض في الدول المتقدمه كل دينار يتم انفاقه، كل وحده واحده من اي عمله يتم انفاقها يناظرها زياده في الانتاج. يعني نقول لك الى الان صانعي القرار السياسي في ليبيا الاقتصادي في ليبيا مازال ما همش مفرقين ما بين فتره الاستقرار وفتره الاصلاح. احنا الان في مرحله اصلاح لقيمه الدينار الليبي، لتعزيز قيمه الدينار الليبي، ومن ثم لابد ان نهيئ الظروف المناسبه لها. شنو هي الظروف المناسبه لها؟ ان نقلص حجم نفقاتنا الى اقل ما يمكن.